بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من محاسن الشريعة الإسلامية أنها قامت على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومظاهر التيسير ورفع الحرج عن الناس موجودة في كل التكاليف الشرعية، ولكن عبادة الصيام بالتحديد جاءت الآيات صريحة واضحة في تأكيد هذا المعنى. فبعد ختام آيات الصيام يقول ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام والشراب، الصيام شرعه الله سبحانه وتعالى لتطهير الناس والارتقاء بأخلاقهم. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى أول آية من آيات الصيام بقوله: لعلكم تتقون. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما في أداء هذه العبادة فقد شرعها الله سبحانه وتعالى بطريقة سهلة ميسرة تناسب أحوال الناس على اختلاف ظروفهم وأحوالهم. فأما أهل الاستطاعة فقد شملتهم هذه الرحمة وهذا التيسير، فقد فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على عباده شهرا واحدا في العام، أياما معدودات. وكذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك الصائم حثه النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر وتأخير السحور تخفيفا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أما أصحاب الأعذار فالله سبحانه وتعالى تعامل مع صاحب كل عذر على قدر عذره. أصحاب الأعذار المؤقتة رخص الله سبحانه وتعالى لهم أن يفطروا في نهار رمضان على أن يقضوا ما فاتهم بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى على أصحاب الأعذار المؤقتة أن الله سبحانه وتعالى لم يلزمهم بقضاء ما فاتهم من رمضان في شهر شوال، بل جعل الفرصة أمامهم واسعة خلال العام لقضاء هذه الأيام. كذلك لم يأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بقضاء ما عليهم من رمضان بشكل متتابع، بل يمكن للإنسان في قضاء رمضان أن يوزع هذه الأيام على الأسابيع والشهور. أما أصحاب الأعذار الدائمة فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أنه لم يكلفهم بصيام رمضان لا في رمضان ولا بعد رمضان، وإنما أوجب عليهم الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الفدية جاءت سهلة ميسرة ليست عسيرة، عن كل يوم من أيام رمضان يطعم مسكينا واحدا. وهذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وتخفيفا عليهم. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حينما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.